السلام عليكم لويزات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. وانتم غتشاهدوا هذا الفيديو هذا ديال الشكل النهائي. صراحه كنتمنى يعجبكم، بقاو معايا حتى الاخر. وشكرا لكم على الدعم الكومونتير ديالكم، وكنشكركم بزاف 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 داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ومرحبا بالجدادات، وكذلك دائما كنرحب بالقدام داركم. مهم البنات، هذا هو الشكل النهائي، بقاو معايا من الاول حتى الاخر. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنكمل تتمه الفيديو الطرزه اللي جا حطيتها لكم. دابا غادي نديرو حتى هادو، غنطرزوهم ان شاء الله. غنديرو حتى هي نص، يعني جوج الوان ديغرادي، يعني غنديرو نطرزو في الصقلي وعاد غنديرو بنوماري. بالنسبه للخيط في الصقلي درتو على 4 وبرمتو عطاني 8، ولا ديرو على 5 وتبرمو يعطيكم 10. غادي نجيها فينا هكا، نجي جنبها غير شويه ماشي بزاف هكا، ونهبط تحت منها شويه، كذلك نجي تحت منها شويه، هبط شويه تحت منها، يعني غادي نديرو طرس ديال الرباطي يعني الخطفه هكا، وحنا غابطين غير بشويه هكا. نحاول نبينو لكم، كنحاولو نهودو غير شويه باش كنعطيو الفورمه ديال الورقه ديالنا. كنبعدوش بزاف وما كنقربوش بزاف هكا، شفتوا؟ نربطو بحال هكا كما كتشوفوا. كنهبطو بشويه بشويه بهذه الطريقه، حنا كنستمروا. يعني غادي نهبطو بها حتى لتحت، هكا البنات، وحنا كنهبطو. كنحصلوا على الوريقه ديالنا، وحاول دائما البنات، بالنسبه للبنات المبتدئات اللي عندهم مشكل في الطرز ديال الصقلي، ما تزربوش، ضربوا الغرزه غير بشويه عليكم قبل ما تخرجوا ليبرة ديالكم، شوفوها واش راها درتوها في بلاصتها اولا لا هكا. صافي، احنايا بقات لي الغرزه الاخيره هي هذه، وحنا كملنا الشكل ديالنا الجهه نفس الطريقه من الجهه الاخرى ديال الخيط، حيت هذا راه بقى لي واحد شويه. انا معكم، انا درت الخيط اخر جديد عاوتاني نفس الطريقه، غادي نجي من الجهه الاخرى
وغادي نخدم. نحاول نهبط منها هنايا شويه هكا ونجا وحنا غاديين. حتى كنحصلو على هاد الوريقه هادي نحاول نكملها ونرجع معكم باش نديرو لون اخر. صافي بقاو معايا ما تمشيو فين. انتما البنات كيما كتشوفوا كملتها، وهنايا دائما انا كنط راسي بهاد الستيلو اللي قلت لكم هذا راه ديال الثوب مع المصلوح كيتحيد. دائما كنقول لكم ما تحاولوا ما تراسيوش بالقلم او بالستيلو. البنات انا خديت البنوماري الحرير على 4 شعرات برمتو عطاني 8. دابا غادي نجي دائما في هذا الرص تاع الرشمه ديالنا هكا هنا غادي نجي ندير الوان. بغيتو تبداو من التحت من الفوق بحال بحال، غادي نجي ها فينا يعني غادي ندير على شكل بحال اللي درت في الوريقات. نهبط تحت منها اي شويه هكا هكا، وغادي نجي هنا تحت منها يعني ها فينا غنبقى نضرب، نجيب شويه ونهبط لتحت منها بنفس الطريقه كما درنا بالسقلي، وغنبقى نهبط بشويه بشويه. بالنسبه لهاد الابره هادي ما عندهاش الراس، داكشي علاش كتعكس ليا. كنستمروا كنهودوا بشويه بشويه يعني ما كناكلوش من الطرزه ديال السقلي. نهبط عاود هكا نمشي على حسب الرشمه ديالي فين كاينه، ونها نجي هنايا شوفوا يعني ماشي بزاف. هبط عاود تحت هكا نجي اي شويه يعني ماشي ما ندخلش بزاف كما كتشوفوا شتي ما كندخلش بزاف، اي شويه نجي عاوتاني من هاد البلاصه تحت منها ونجي ناكل منها غير شويه يعني ما غاديش ندخل بزاف. يعني هاد المسافه كامله غادي نجي تقريبا 4 ديالها هكا ونخدم. ونهبط عاود نفس الطريقه وحنا غاديين حتى غادي نكملوا الرشمه ديالنا هكا. نهبط شويه لتحت فينا. بالنسبه للداخل هنا غادي ندير غير عقده الفرنسيه يعني الا كان عندكم العقيق او حجيرات ذهبيه نديروهم او بيلات ماشي ضروري زمرد، حتى البيلات حتى هما كيعطيو واحد المنظر زويون في بحق البيلات دوك ديال العبار ديال الغالي ماشي ديال البلاستيك او لا ديال الخيط هكا. كنستمروا بهذه الطريقه كما كتشوفوا كنهودوا غير شويه لتحت منا، وفاش كنديروا ما كندخلوش بزاف يعني غير بالجنب ديالها شويه وكندخلوا الابره ديالنا هكا باش كيجينا يعني جوج الوان. حتى كنوصلوا للشكل يعني حتى كنوصلوا الاخر ديال هاد الوريقه هادي هاك. صافي يعني حنا قرابين نكملوا
نديروا الخيط مزيان، ما نخليوش الخيط مرخوف. صافي بقات الغرزه الاخيره، حنايا كملنا الرشمه ديالنا هكا. شفتوا كيفاش كنحصلوا؟ نفس الطريقه غنديروها من الجهه الاخرى، نكملها ونرجع معكم. المهم البنات كما كتشوفوا دابا غادي نجي ندير هنا السقلي بالعقده الفرنسيه. دائما الخيط كما قلت لكم على 4، كنبرمو كيعطينا 8. غادي نخرج ندير 1 2 3 4، نجيبها قدامها هكا شوف نشدها هكا، نجي تحت منها مره غادي نضرب، يعني غنمشي هكا هكا كذلك 4، 1 2 3 4، تفعل فوق هكا ونشدها، مشي جنبها واخا غنضيق ما طرزه ماشي مشكله. 1 2 3 4، نجي قدامها ما كنطلقش العقده الخيط حتى كان نحاول نكبرها لكم. هبط تحت منها كذلك شويه ونمشي 1 2 3 4 ونطلع الفوق هكا ونشدها، نجي الجهه الاخرى حتى هي 1 2 3 4، كبطها هكا ما تنطلقش الخيط حتى ما كان، يعني ما نطلقوش حتى كنوصل للخيط الاخير، يعني حتى الاخر عاد كنطلقو هكا. نمشي الجهه الاخرى كيجيو واقفين هاد الشكل، الطريقه كتجي واقفه. نجي هنا دابا غنضرب 3 ديال الغرزات حيت غادا كتوسع شويه، يعني 3 ضربات غادي نضرب هنايا، نجي بيناتهم الوسط هكا 1 2 3 4، جيبها هكا نجي جنبها نعمرها، يعني ماش ما يبقاش واحد الفراغ بيناتهم. 1 2 3 4، شتي كيجيو واقفين البنات، احنا درناهم واقفين. نهبط كذلك تحت منها مباشره 1 2 3 4، مشي بيناتهم خصني نبدل الخيط، واحد بدل الخيط راه 1 2 3 4، يعني راه تا كي تقادلي الخيط. انا دائما كنحاول يعني نقتصد 1 2 3 4، نجيبها هنا ونخرجها، يعني ندير الخيط ونرجع معكم. نفس الطريقه غادي نبدا نكمل، نجي تحت منها 1 2 3 4 ونرجع نطلع الفوق هكا. نجي الوسط حيت كاين سطر دابا كنهبط فيه 3 ديال، يعني كندير 3 الغرزات ديال العقده الفرنسيه هكا، حتى غادي نعمرها نهبط عاوتاني تحتها مباشره 1 2 3 4. تقدروا دابا تديروا زمرد بيلات اللي يعجبكم. هنا غادي نديروا 4 ضيق هكا، نجي جنبها وندير وحده هكا 1 2 3 4 هكا ونشد حتى كتوصل. شفتوا البنات نفس الطريقه نهبط تحت منها مباشره ونعمر 1 2 3 4 ونطلع الفوق، نجي جنبها 1 2 3 4
نجيش نبعود، واحد جوج ثلاثة أربعة، صافي غادي نكملها وغادي نرجع معكم نفس الطريقة بالوريقات الأخرين. بنات هاد نفس الطريقة غنديرهم بجناب أخرين، غادي نهبط نكمل ونرجع معكم. أنتم البنات كما درنا تويتات دابا غادي نخدمو نفس الطريقة، غادي نبدا معكم ونكملها باش ما يجيش فيديو طويل. نص براس ديال الورقة كنبداو من هكا، خرجت ليا هكا، نجي جنبها غير شوية ونخرج ليها ديالي ونهبط، نجي نفس الطريقة جنبها شوية يعني ما نبعدش وما نقربش باش كتجي الخدمة متقونة، يعني الخطفة أو الطرز ديال الرباطي باليد هكا. بهاد الطريقة كنستمرو غير بشوية، هبط شوية نجي عاوتاني تحت منها شوية لتحت، وحنا غادي نمشيو يعني كنسميوها الخطفة أو العمارة، دا هو الطرز المغربي حور، هو هاد الشي اللي كتشوفو، هذا هو الطرز المغربي الحور البنات. غادي نمشيو بهاد الطريقة حتى غنكمل الورقة ديالي نفس الطريقة اللي درت معاكم في هاد الورقة، هادي نسميوه الطرز الرباطي حور، هو هذا الطرز المغربي الحور يا الخطفة أو العمارة. تسمعوا العمارة راه هي هادي، تسمعوا الخطفة راه هي هادي، صافي نستمر بهذه الطريقة حتى غادي نحصل على الورقة اللي خدمت معاكم نفس الطريقة، يعني ما بغيتش باش ما يجيكمش الفيديو، غادي نكملها هي وهذه نفس الطريقة ونرجع معكم ندير هنايا العقده، ومن هنا غندير حجيرات، بقاو معايا يعني خصني هنا غنديروا الحجيرات ثلاثه ثلاثه، غتمشي الحجيره ثلاثيه ثلاثيه، صافي بقاو معايا ما تمشيو تا انتم البنات كما كتشوفوا عمرناهم نفس الطريقه. غادي نديروا هنايا في الوسط، غادي كما درت لكم ديك النهار كندورو حتى هنا غنديروا العقده الفرنسيه، درنا الصقل اللي كذلك اربعه ديال الخيوط مي كنبرموهم كيعطونا 8، 1 2 3 4، ديرو هكا مشي جنبها، يعني كما كتشوفوا حاول درت سطر الدوره الوسطانيه باش غندير ندير السقلي، وهنا غندير يعني غندير جوج الوان مشي هكا اربعه نفس الطريقه كما قلت لكم، غنبقاو ندورو المرمه ديالنا بحال هكا أربع مرات نفس الطريقة هكا، نجي حداها كذلك أربعة ديال الدورات، واحد جوج ثلاثة أربعة، إلى قدامي ونشد مكنبعدش بزاف وما نقربش بزاف، ما كندورو يعني احنا كنديرو دائره
هادي دايره هكا دائما نفس الحساب، 4 دورات. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. وكنبقى ندور نفس الطريقة، نديرو هكا، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. يعني منطلقوهاش كيما كتشوفو حتى كنوصل حنا كندورو. بهذه الطريقه شي جهه اخرى، دائما 4 دورات هكا. كنا وكندور هربا كندورو المرمى ديالنا، يعني هكا غنبقى ندورو حتى كنسدو دائرة ونرجع نعمر عاوتاني الداخل حتى كنوصل هاد لي طراس، هذا لي طراس ديال الداخل. غادي نحبس باش ندير لون اخر هكا، نتوما كتشوفوني وانا كندور الخيط، توا نبدل الخيط ندير خيط اخر حيت هذا صافي راه سال عليا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. حيت التليفون تحت عينيا، التليفون مضرق ليا الخدمة ديالي كاع، ما كنشوف فين كنضرب باش يبان ليكم نتوما. نفس الطريقة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. كنقتص دائما على الخيط هكا صافي. حنايا كملنا الدورة الأولى، غادي ندور الدورة الثانية، نقدر ندير 3 ديال الدورات هنا ونحبس صافي. بقاو معايا ما تمشيو حتى بلاصة. انتوما البنات كيما كتشوفو دابا غادي ندير لون بنوماري نفس الطريقة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ونجي قدامها هكا وانا كندور، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. عاود نجي جنبها هكا وانا ندور، واحد، جوج، ثلاثة، 4 دورات. وحنا كندورو حتى كنعمرو هذاك الفا الوسطاني، الدورة الوسطانية، نحصلو يعني جوج أشكال ديال العقدة الفرنسية بجوج ألوان هكا. كنبقاو نخدمو وندورو المرمى ديالنا. Okay.
بقات لي وحده باش نسد الدوره الاولى هكا. هنايا غادي تجيني تقريبا شي ثلاثه ديال حبات العقده الفرنسيه او اربعه او الاولى باش نساليو ونسدوها صافي. نديرو الثانيه واحد جوج ثلاثه اربعه يعني غادي تجيني غير ثلاثه في الوسط باش نكمل. بقات لي حبه هيا صافي. احنا كملنا الزواقه ديالنا كما كتشوفوا. دابا غندير معكم هاد ندير حجيرات هنايا، بقاو معايا نتوما البنات. بالنسبه لي زيستراس غادي نحتاجو ديال الحبات، هادو كانت كيتباعوا بالمعلقه او بالباكيه. غادي ناخذ الكولا غادي نلصق بالكولا حتى تيبس، عاد نقبضهم بالخيط ليبرا، يعني هنا كيسهل علينا الوقت باش ما نضيعوش الوقت ديالنا. كنحطو وحده هكا ونجيب حداها الثانيه، يعني كيمشيو ثلاثه الثانيه غنديرها حداها. الا كان عندكم البنات الا كان عندكم التف احسن ديروا التف، حيت انا ما عيط ما عرفت فين التلف ليا وما عنديش الضفري ما كنشد ما كنحكمش هكا. نحاول ندير الكولا وغادي تجي تلصقها حداها، يعني ثلاثه غيمشيو بهذه الطريقه، غادي يجيو ثلاثه لاصقين مع بعضياتهم هكا. غندير لهم نفس الطريقه، نجيب الكولا كما كتشوفوا كنديرو هنا من التحت وغادي نجي نحطها فينا. نجيب وحده اخرى نحط الكولا هكا في الشنب حتى كتيبس مزيان البنات، عاد ديك الساعات كندير الخيط ليبرا. دائما كنقول لكم واخا كنديروا الكولا ولكن الخيط ليبرا هو المعقول صراحه. الله تقال بهذه الطريقه ندورو عليهم الرشمه اللي عندنا كامله هكا. بغيتي ديروا زمور ثلاثه كل واحد وشنو بغى يدير. نفس الطريقة نحط الأولى نشد الثانية هكا. أنا تا كتقبض قلت لكم تا كنسالي ونخليها تيبس عاد كندير خيط أوليبرا عندكم التاف قبطوه بالتاف البنات، التاف ضروري التاف حيت هو اللي كيشد. كتقطوها من الراس ديال الحجره وكتحطو هكا وهكا. غنستمروا حتى غنكملوا الرشمه ديالنا كامله. حيت كتلصق ليا في يدي تكون ما عنديش معطوفين وانا نتف كعارفي الدراري كيبداو يقلبوا ليا الحوايج كيتلفوا ليا الحوايج. كنستمروا بهذه الطريقه البنات صافي حتى كنحصلوا على الزواقه اللي محتاجينها حنا هكا. كنستمروا نكملها ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي. مهم البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، صراحه كتجي زوينه غزاله غزاله. كنتمنى ديروها وطبقوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. صراحه زوينه انا بعدا عجبتني. الا بغيتو حتى هنايا ترشوها بعشوائي بحال الحجيرات هادو ماشي مشكله اللي عجبكم.
المهم البنات هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش باللايك تبارطاجوا الفيديو مع الحباب اللي ما مشاركش في قناتي، اشترك القناه باش توصل لها دائما جديد ام ايمن كتموت عليكم، وشكرا مع فيديو اخر ان شاء الله.